لؤي صافي عضو المجلس الوطني والائتلاف العسكري عفوا السوري المعارض والناشط الحقوقي. اهلا بك استاذ لؤي صافي. استاذ لؤي صافي، هل تشكلون انتم جزءا من آلية ايصال هذه المساعدات الى الشعب السوري؟ أبدا أبدا، هذه المساعدات لا تمر الآن من خلال الائتلاف، طيب وإحنا عندنا اعتراض على استخدام المؤسسات الحكومية السورية لإيصال المساعدات. طيب المهم أن تصل هذه المساعدات إلى الشعب السوري، على ماذا تعترضون؟ نعترض أولا على أنه النظام هو غير شرعي باعتراف معظم الدول المشاركة في الأمم المتحدة، نظام غير شرعي يقتل الشعب، ولذلك لا يؤتمن، يعني تاريخ هذا النظام لا يؤتمن أنه سيوصل هذه الأموال، ونحن نعتقد أنه سيوصلها يعني من يواليه ولمن يشاركه في القتل. تعتقد أن هناك انتقائية في إيصال هذه المساعدات؟ سيكون هناك انتقائية. أضيف إلى ذلك أن معظم من يحتاج هذه المساعدات في مناطق لا يسيطر عليها النظام، يعني ريف دمشق، حلب، دير الزور، إدلب، ريف حماة، حمص المحاصرة، هذه مناطق لا يصل لها النظام، فبالتأكيد لن تحصل على هذه المساعدات وهي بأمس الحاجة لها. طب هل أوصلتم هذه المخاوف للأمم المتحدة؟ بالتأكيد وصلناها من خلال الأقنية، أقنية المعارضة، ومن خلال طبعا السوريين الأمريكيين الذين كما تفضلتي المجلس السوري الأمريكي قدم اعتراضاته للأمم المتحدة. طب هل تعتقد أن هذه يعني هذا المبلغ كافي، 500 مليون دولار لمساعدة الشعب السوري، هل في تقديرك يعني تعتبر كافية لتلبية هذه الاحتياجات؟ نحن في تقديراتنا هناك حاجة إلى 3 مليارات دولار مباشرة للبدء في سد احتياجات كبيرة، احتياجات غذائية وأيضا طبية. يعني في الأمس جاء أحد أعضاء الائتلاف من زيارة في الداخل وقال أن الحالة الطبية مؤسفة، لا يوجد هناك أدوية، لا يوجد أدوات طبية، فلذلك طبعا في حاجة لهذه المساعدات، لكن لتكن من خلال الطرق المأمونة والتي يمكن من خلالها إيصال هذه المساعدات لمن يحتاجها في الداخل. طب هل هناك استجابة لمثل هذه النداءات؟ مع الأسف نحن خصوصا مع انعقاد مؤتمر نعم الكويت. نعم نحن يعني الوضع الدعم الخارجي الدولي للائتلاف وللشعب السوري في حالة مؤسفة حقيقة. هناك وعود كثيرة لم يتم يعني الحصول على أي منها. الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة أوباما تكلمت عن أرقام كبيرة، 200 مليون هي تقول أنهم من خلال الأمم المتحدة، لكن نحن لا نشعر بوصولها، ربما وصل بعضها إلى اللاجئين في الخارج، أما الداخل وهناك حوالي مليونين لثلاث ملايين نازح في الداخل السوري، هؤلاء لم يصلهم شيء. طيب أنت أستاذ أي، ما هو يعني تفسيرك لهذه الحالة؟ يعني تقارير أممية كثيرة للأمم المتحدة تحدثت عن حملت نظام بشار الأسد مسؤولية قتل أعداد كبيرة من الشعب السوري، كيف تسلم إذن أموال لمساعدة الشعب السوري؟ نتحدث عن 500 مليون دولار. يعني يبدو أنه أحد وصل لعقول بعض القيادات الدولية وأقنعهم أن هناك متطرفين بصورة واسعة داخل سوريا وهم يشكلون جزء كبير من المعارضة. طبعا هذه صورة مغالطة، هناك طبعا جماعات متطرفة نحن يعني واعين لوجودها، لكن هي لا تشكل إلا جزء بسيط من قوى المعارضة، فنعتقد هناك تشويه للصورة ومحاولة زرع مخاوف وإعطاء هذا الانطباع على أنه يعني يجب أن لا تقدم مساعدات للمعارضة السورية، وهذا أمر طبعا سيؤثر بشكل كبير على الشعب السوري الذي هو عندما انتفض توقع أن الديمقراطيات خاصة الغربية أنها ستقف إلى جانبه لتدعم كفاحه من أجل الديمقراطية والحرية. شكرا جزيلا لك لؤي صافي، عضو المجلس الوطني والائتلاف السوري المعارض والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك. أهلا بك.